كشفت صحيفة ديلي مايل البريطانية أن الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي أصبح محل اهتمام واسع من قبل إدارة نادي نيس الفرنسي، حيث وضعته ضمن مخططاتها من أجل التعاقد معه قبل انقضاء الميركاتو الصيفي الحالي، ما دام أن لا سياسكا صوفيا المتعاقد معه مبولحي ولا وكيل أعمال الحارس الدولي الجزائري تحصل على عرض رسمي من النادي الفرنسي، كما أن مسؤولي النادي الفرنسي مطالبون بالتحرك سريعا لتفادي منافسة قوية من نادي طرابزونسبور بقيادة حالي لوزيج الذي يريد خطف لاعبه السابق. ومن بين المهتمين أيضا بخدمات الحارس الجزائري فريق بورتو البرتغالي الذي انضم إليه الجزائري الآخر براهيمي مؤخرا، لكن من جهة أخرى النادي البلغاري سياسكا صوفيا يصر على قيمة مالية قدرها 800 ألف يورو من أجل تسريح الحارس الجزائري.